بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مرة تانية في بيت المصريين مع فقرة مواهب. والنهاردة معانا اتنين موهبة في التمثيل، هما الاتنين عبد الله عشيري ومحمد إبراهيم الشهير بشيكو. عرفوا نفسكم للمشاهدين، تفضل الكاميرا بتاعت حضرتك، عرف نفسك. انا محمد ابراهيم والشهرة شيكو من الشرابيه، عندي 22 سنه وبدات موهبتي التمثيل من تيك توك. فبدات اول اعمال يعني خالص اللي انا اروح كورسات فنيه مع استاذ احمد خالد، تمام. ورشات برضو عشان كنت عايز اقدم في مسرح برضو كده، بس حضرتك يعني الظروف ما ساعدتنيش فقلت اقدم في كليه التجاره تمام. ايه اللي دلوقتي. حببك في التمثيل؟ اللي حببني اكتريه يعني والدتي، دي اول حاجه ودي ليها الفضل يعني عليا، هي اللي قالت لي انت فيك شبه كده قريب من احمد زكي، وبعد كده لقيت في محمد رمضان والناس دي. حابة انك تشتغل في التمثيل. بالظبط كنت اصلا بلعب كوره، بس هي رفضت المبدأ ده خالص، فقالت لي لا اتجهي للتمثيل وكده، وهي قعدت تشجعني الصراحه. تمام. وانت اتفضل. انا اسمي احمد عشري من محافظه المنيا ملاوي صعيد مصر. انا في البدايه يعني اكتشفت موهبتي ازاي، من الشارع، من وسط اصحابي كانوا بيقولوا لي انت بتعرف تقلد. في بدايه انا كنت بقلد فعلا الفنانين. كنت بقلد الفنانين، فبعدين قالوا لي انت ينفع تمثل وبتاع، فحد كده من اصحابي الف لي مشهد صغير فمثلته وشاركت في مسرح في المنيا عندنا. تمام. برضه كان يعني خدت فيه هديه وجائزه وكده، فمستني فرصه يعني عامه ربنا يكرمني ومستني فرصه. مين اللي شجعك في البيت؟ اللي شجعني ماما، بابا مش موافق على الموضوع ده خالص. ايوه، ما انا لسه هقول الصعايده بقى الصعايده يعني راضيين ولا لا، ده رافضين؟ زاد ان بابا يعني متدين شويه زاد عن اللزوم، فعشان كده رفض يعني قصه انك ان انا تشتغل في التمثيل. فماما بتشجعني يعني وبتاع، وده كان هدفي وحلمي من صغري، فتابعت الفن من اولى ثانوي وانت وحبيته هتكمل بقى. بعد كده هكمل؟ ولا هتخضع لرأي بابا بقى؟ لا هكمل ان شاء الله هتكمل يعني؟ واحاول اقنعه برضه. ايوه، نقول كده، نحاول نقنعه بالحسن افضل. ان شاء الله ان شاء ربنا الله باذن يوفقكم. الله. طيب، انت شايف النهارده يا محمد ان مجال التمثيل والوسط الفني عموما بالواسطه ولا سهل انك تدخله؟ هو كان الاول يعني حضرتك كان يعني في شبه مثلا محسوبيه وكده يعني حضرتك الاول. دلوقتي دلوقتي السوشيال ميديا ما خليتش حاجه. لا، ده السوشيال ميديا ده حاجه تاني هنتكلم عليها بقى. تمام. المجال عموما يعني هو المجال صعب شويه، حوار السينما برضو هو صعب شويه، محتاج تدريب اكتر، محتاج الواحد يخش عمل مسرحي كتير ويعرف حد ويعرف حد ويوصله للمجال بالظبط. يعني دي فدي بالمشاركه، بالمشاركه في ادوار. تمام. طب انت اعمالك في البدايه كانت ايه؟ اعمالي في البدايه خالص حضرتك، انا ما كنت اول حاجه بداتها خالص من السوشيال ميديا. تمام. تمام. فبدات اعمل حاجات ادوار صغيره كده، وما زلت؟ وما زلت لحد دلوقتي. انت ليك قناه على اليوتيوب؟ ليا قناه على اليوتيوب وتيك توك تقريبا. والتيك توك. عامل فيديوهات بس مقلد فيها فنانين، وبعمل وعامل حاجات ليا انا في حاجات شخصيه. خاصه بيك. تمام. عامل ادوار برضو لاحمد زكي في جمال عبد الناصر، وعامل برضو ادوار حلوه برضو الاستاذ برضو عادل امام ومحمد رمضان برضو. يعني انت حاليا في مجال السوشيال ميديا، التيك توك واليوتيوب. بالظبط. تمام. ما خدتش خطوه للتمثيل الفعلي مع احد الفنانين او المخرجين المنتجين مثلا؟ طب ليه ما رحتش دقيت باب المنتجين؟ انا حاولت ان انا حضرتك ان انا مكاتب. اسعى لحاجه اسمها كاستنج. الكاستنج ايوه، رحت كاستنج تمثيل. للمكاتب وكده، تمام. بس لقيت معظمهم يعني هم في ناس منهم مش عارفين ان هم يوصلوني صح. يعني بيعملوا اشتغالات ايه ساعات بقى؟ في بتاع ناس ان هي مثلا بتجمع، بيبقى انتاج ذاتي من بالظبط. المجموعه كاستنج تمثيل تمام. عشان ينتجوا افلام. وعشان حوار الكورونا وكده فكانوا بيقولوا لي اعمل الكاستنج في البيت، فكنت بعمل تمام. الكاستنج. لا يعني لا، وفي النهايه هي مش بتكون برضو اعمال معروضه، يعني بتكون اعمال في علب.
تقريبا كده ده اللي أيوة. بيحصل النهارده. تمام. طيب وانت دلوقتي ناوي تعمل ايه ان شاء الله عشان تتوصل للتمثيل؟ هل هتطرق المكاتب دي مثلا، اكيد طبعا هحاول مره تانية برضو ان انا اسعى برضو للمكاتب ديت. يعني انا سمعت هم اللي بيوصلوا مثلا للاعلانات والافلام والمسلسلات والكلام ده. تمام. فانا ان شاء الله هحاول برضو تاني برضو مع السوشيال ميديا برضو بتاعتي ان شاء الله. ان شاء الله. وانت يا احمد نقول عايز تعمل ايه او تتوصل ازاي؟ أو انا والله يعني بسعى بقالي شهرين في الطريق دي بسعى يعني. وانا جاي سايب بلدي وجاي هنا من غير ما اشتغل عامه يعني. جاي فلوس انت موجود هنا. موجود هنا. فبسعى يعني على اللي هو مجال التمثيل ومجال الفن. التمثيل يعني مليان بالاسرار. تمام. انت ليك اعمال يعني؟ عملت في البداية، بدأت البداية يعني. عملت عمل مسرحي قبل كده مع حد معروف؟ لا تقريبا لا، بس بيدربنا حاليا استاذ احمد خالد. تمام. ودخلت كاستنج تمثيل او دخلت المكاتب مثلا عن طريق المكاتب او عن طريق احد المنتجين المخرجين؟ دخلت في مكتب برضو قبل كده تبع الاستاذ احمد خالد برضو. فعادي يعني دي ساعيت يعني انك تدخل عن طريق المكاتب. بالظبط. دي طلعت صدفه بين انا وهو على فكره. ان انا من سنتين كنت مع استاذ احمد خالد برضو ده. تمام. يعني حاليا هنا بقى عرفتوا الكلام ده. تمام. ان شاء الله تبقى فرصه كويسه برضو ان شاء الله تسعوا مع بعض انتوا الاثنين، ربنا يكرمكم ويوفقكم باذن الله. طيب مين مثلك الاعلى بقى من الفنانين؟ الاستاذ عادل امام، الزعيم عادل امام. ده زعيم الفنانين عامه يعني. تمام. الله. تحب ايه من ادواره؟ حاجه معينه ولا كل ادواره؟ كل ادواره. انا بحبه هو شخصيا عامه، بعيدا عن ادواره بحبه. بحبه كل هو كده على بعضيه سبحان الله. تمام. طيب من الادوار الثانيه او الفنانين الثانيه اعمالهم نقول مش شخصياتهم، بتحب مين؟ احمد عز. احمد عز. السقا. تمام. وكريم عبد العزيز. ومحمد رمضان برضو. تمام. عملت ادوار معينه لسه ما طلعتش للنور او لسه ما عرضتهاش او مع نفسك كده مثلا مثلت؟ قاعد بمثل مع حاجات نفسي كتير. ليه حاجات كتير. بتاخد مشاهد معينه من الافلام او الادوار وبتمثلها ولا انت بتعمل حاجات شخصيه ليك انت بقى؟ لا، باخد مشاهد معينه وبمثلها بطريقتي انا، بمجرد اللي هو ايه، كلام على الورق والقلم، كلام على الورق كده انا بحوله لشخصيه لها لحم ودم. تمام. بحوله لشخصيه يعني قدام مني. تمام. اصل التمثيل، حلاوه التمثيل مش في شخصيتي انا. نعم. الحلاوه في الشخصيه اللي انا بمثلها. بتمثلها. تمام. فانا يعني حافظ كام مشهد كده وبعرف اديهم كويس. تمام. طب ايه يعني المشاهد اللي انت حاببها ولسه ما عملتهاش بس عايز تعملها؟ المشاهد اللي اللي هو الهاملت للعالم شكسبير ده. وصف الموت. هاملت. الاعمال الحالية مطروحة على الساحة. مشاهد هاملت. بالظبط. تمام. طيب ايه تاني غير التمثيل يعني؟ حابب المسرح؟ عندك هوايات تانية؟ عندك هواية الشعر، الغناء، الرسم؟ لا، انا عندي موهبة يعني فظيعة جدا في خفة اليد. في خفة اليد؟ ايه ده؟ ده السحر يعني مثلا؟ الاعمال اللي هي كوتشينة وكده. ده خفة يد يعني ايه؟ بتسرق منهم مثلا ولا لا يعني مثلا ولا بتغلبهم؟ لا، زي مثلا ده تليفون. وانا ايديا ما فيهاش حاجة اهو. بمسك التليفون كده بعمل له كده، فاللي هو بيثبت فيه زي مغناطيس يعني. او قوة حاجة. خفة يد، انا افتكرت حاجة تانية. خفة يد. طيب نقول من هو مثلك الاعلى يا محمد؟ استاذ احمد زكي. استاذ احمد زكي. في كل اعماله ولا في اعمال معينه؟ هو كل اعماله الصراحه هي كويسه وجميله، فبس ليه ادوار معينه انا كنت حاببها فيه، في شخصيه عبد الناصر وفي شخصيه نور السادات لما عملها برضه. دي بقى اكتر شخصيه انا بحبها له، لدرجه ان انا يعني بتفرج على كل فيديوهاته، لدرجه برضه بجيب من على التيك توك برضه وبعمل ادواره ساعات. والتاني واحد بقى اللي هو يعني في الجيل الرابع اللي هو معانا دلوقتي حاليا، محمد رمضان، عشان برضو قريب منه نفس اللون يعني. مش هقول نفس الشبه، هو نفس اللون. تمام. طيب معانا اتصال تليفوني. الو. الو يا ماما. يا سهيلة. الو. ايوه. الو. يا حبيبتي. كل سنة وانتي طيبة. وانت طيبة يا حبيبة قلبي. كل سنة وانتي طيبة حبيبتي. اهلا يا سهيلة. وانت طيبة يا حبيبة قلبي. ان شاء الله. تسلم يا حبيبة قلبي.
دي سهيلة بتعيد عليا بنتي. وبالمناسبة أنا بشكر كل متابعيني الكرام، وفعلا يعني إيه من حبه ربه حبه في خلقه زي ما بيقولوا. حب الناس ده هبة من عند ربنا، وأكبر هبة من عند ربنا اللي شفته بصراحة في معايدة عيد ميلادي السنة دي، حاجة كبيرة قوي. وأنا بشكر كل متابعيني اللي هنوني وعيدوا عليا وعملوا لي فيديوهات جميلة جدا، وربنا يوفقكم إن شاء الله ويجعل أيامكم كلها فرح وسعادة يا رب إن شاء الله. ودايما معايا ودايما موفقين في حياتكم، ودايما أخوة متحابين في الله. في فيديو لمحمد نشوفه مع بعض. روح لعذرة العمدة يشوف لك حل في الحمارة اللي كانت الزرع بتاعي. الحمارة ما كانتش حل. انت كمان كلت من الزرع بتاعي. انت هات في ايه؟ اقعد. جيت تشبطوا هنا ولا ايه؟ ماشي يا حضرة. اقعد قول لي اللي حصل. في ايه؟ انا دلوقتي احكي لك يا حضرة العمدة على اللي حصل. انا غلطان املى خشم خرب ووقعوا عليا. اقعد كده يا ناس يا واد. ماشي يا حضرة العمدة. قول في ايه؟ دلوقتي اللي حصل الحمارة بتاعته خلت. كلت من الزرع بتاعي. يرضيك انت يا حضرة العمدة؟ لا طبعا ما يرضيش. لا بس. في ايه يا عم انت مالك؟ كنت بكلم الحاج محمد. نزل الحمارة بتاعتي تاكل في الزرع بتاعه. رحت اخدت لك بتاعه. بيت ابوك وبيت ابو الحاج محمد. هو الزرع ده انت غلطان. الزرع ده ملوش اصحاب. ديله حضرة العمدة من الكلام ابوك الفاضي. ديله كلاوي فاضي. ايه الكلام ده هو؟ يلا قوم امشي من هنا. يلا. جميل بقى الاحسن هموت في الجوع. حاسب على الملوخيه. يا سيدي يا سيبك انت. ولاد الناس برضو. طريقه والذوق وفوطه قالوا طبقه. اديني الشوربه الاول بقى روحي عشان ازلطها واروح داخل على الملوخيه. يلا حبيبي مسعود. نعم. ما تزعلش مني لو قلت لك ما لقيتش صفحه الشوربه في كتاب قبل النظير. يعني ما عملتيش شوربه؟ لا وانا هعمل منين ما اعرفش الطريقه. هي لينا الفرقه تسقنيها الميه تبقى شوربه. بس عليكي معلش ما تزعلش. حسي بس انا قاعد. الفرخة الجاية بقى انا. ايه يا شيخة انت بتحلمي؟ فرخة جاية. شوربة يا ماما. ده الشوربة دي امتع شيء في امر لله. يلا مش الملوخية معمولة من الفرخة. يا سيدي. بس مخدرات. اهلا وسهلا. لو سمحت فتش الشنطة بس. معاك اذن من النيابه؟ اتفضل. انتوا عاملين حسابكم بقى؟ شاطر يا سماعه. وينفع افتش عشان فيها اوراق القضيه بتاعتك؟ اتفضل. دي هدوم لزوم البيت؟ ماشي. دي فلوس اتعاب القضيه؟ ماشي. ده ملف القضيه؟ ماشي. ودي حته حشيش مالناش دعوه بيها. حادث بسيط في الشرابيه. خناقه زي اي خناقه بين جيران. غسيل في بلكونه مواطن. نزلت منه ميه على غسيل في بلكونه مواطن اللي تحتيه. والظاهر ان هي ميه مش لابد يعني، بس تتحول لاشاعات مؤسفه. ترتب عليها احداث تتصور للعالم كله ان في مصر فتنة طائفية. فيه ناس بينفخوا في النار وبيستخدموا الولاد الشبان الصغيرين وقود للنار دي. انا بحذرهم جميعا وبقول لهم ان الديمقراطية لها انياب وتقدر تحافظ على نفسها. عايز اعرف ايه موهبتك تاني غير التمثيل؟ اول حاجه بداتها كانت الكوره. كنت لعبت في كذا نادي برضو حضرتك بدات فيهم. بس من ساعه ما اتصبت وكده فوالدي رفض نهائي خالص موضوع الكوره ده خالص. ناوي تكمل يعني ولا خلاص على كده توقفت يعني؟ كان في البدايه وخلاص. بالظبط. يعني ناوي تكمل مسيرتك الفنيه بالظبط. بدات بقى بعد كده كنت بالف اغاني. بعمل اغاني راب يعني وكده. كنت من ضمن الناس ديت لدرجه ان انا عرفت ناس لحد دلوقتي الحمد لله هم دلوقتي اتشهروا
وانا متواصل يعني معاهم لحد دلوقتي اللي انا هوصل انا كمان زيهم باذن الله. ربنا يكرمك ان شاء الله. عايزين نعرف احلامك ايه عبد الله؟ احلامي انا حلمي ابقى بطل فيلم. بطل ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك وتحقق حلمك. وانت محمد احلامك وطموحاتك ايه ان شاء الله اللي ناوي تعملها الخطوات اللي ناوي مقدم عليها يعني باذن الله؟ ان شاء الله مسيرتي الدراسيه في الجامعه اكملها زي ما انا طبيعي عادي وفي نفس الوقت برضو ان انا استمر على السوشيال ميديا وبرضو مش هسيب برضو اهم حاجه برضو الكاستنج برضو ان انا لازم اروح اقدم هنا او هنا يعني هنا وهنا بالظبط ان شاء الله يعني تمام. لحد ما تيجي ان شاء الله يعني ربع فرصه مش عايز فرصه لا ربع ان شاء فرصة الله ان شاء بإذن الله. ايه اكتر مشهد اثر فيك؟ اللي كان لمحمود عبد الغني محمود عبد المغني عبد المغني اللي هو كان بتاع الغلابه بتاع ولد لا مش ولد الغلابه كان اسمه الغلابه تقريبا كان بيقول في ايه تقدر تمثل المشهد لو انت حابب تمثل انا عارف ان انتوا النهارده هتسالوا نفسكم انا ليه دم تقيل النهارده انا هقول لكم ليه عشان من يومين ظهرت حنا وامل في الدنيا داب اخويا مات عيل صغير عنده 19 سنه مات عارفين مات ازاي مات من الادمان كم شاب زي اخويا مات بالادمان كم شاب مرمي في المشرحه بسبب جرعه زياده ولا سم دخل جسمه كم تاجر مخدرات اتمسك تلبس ومحام عور طلعه براءه كم اب سال ابنه رايح فين وجاي منين سال يابا اقول له رايح فين وجاي منين اساليه يا حاج قولي له اما اكلت ايه وشربت ايه وكنت نام فين قولي له اما حتى لو شحت قولي له اساليه يا اما انا بوجه كلام الناس اللي فوق بقول لهم الشباب بيضيع لا الشباب بيموت شويه مات في ماتش كوره وشويه مات في حادثه قطر وشويه مات هم نازلين اجازه من الجيش الحكايه مش حكايه دستور توافق ودقن وجلابيه ونسر وكاب الحكايه فينا احنا عشان خاطر ربنا كفايه اهمال ما لو كلنا موتنا انت هتحكموا مين هتحكموا مين انا بنادي باسم الغلابه الناس اللي مش لاقيه تاكل ولا تعالج ولا تعلم لازم تلاقي اكل وتعليم وعلاج الناس مش مادة ده وتقول يا محسن لا لا الناس عايزه تشتغل وتاكل من عرقها بس فين الشغل تمام بس ده كان حته من فيلم او مسلسل اداء رائع ان شاء الله ربنا يكرمك باذن الله يا عبد الله وربنا يكرمكم وتحققوا كل طموحاتكم واحلامكم ان شاء الله وتحياتي ليكم وشرفتونا ونورتونا النهارده وتحياتي اعزائي المشاهدين والى حلقه اخرى من برنامج بيت المصريين كانت معكم صفاء بدوي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.